يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة خلقه ومداد كلماته، ما معنى هذا حديث عظيم؟ سبحان الله العظيم، وهو مما يعني يقال في أول النهار. النبي صلى الله عليه وسلم مر على ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها وهي في مصلاها مستقبلة القبلة تذكر الله عز وجل، ثم خرج عليه الصلاة والسلام ورجع ضحا متأخرا لما ارتفع الضحى، فوجدها في مصلها، قال ما زلت على ما أنت عليه منذ فرغت؟ قالت نعم. قال لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات تعدل ذلك كله، يعني تعدل أجر جلوسها لهذه الساعات الطوال فقط مجرد يعني أربع كلمات قالها ثلاث مرات: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله أكبر يا أخي، معاني عظيمة، ما تركت شيئا. سبحان الله وبحمد، أولا هو سبحان الله تنزيه لله عز وجل يعني من كل أنواع النقص والعيب، وإثبات جميع الكمالات له سبحانه وتعالى وله كمال المطلق عز وجل. وبحمده أيضا ثناء على الله عز وجل لكماله وجلاله ولنعمه وأفضاله سبحانه وتعالى. لاحظ كيف ما مقدار هذا التسبيح وهذا التحميد، قال عدد خلقه، كل ما خلق الله عز وجل منذ أول الخليقة إلى أن تقوم الساعة. الله أكبر. لاحظ شيء، لا يعني خلق لا يحصيهم إلا الله، هما يعلم جنود ربك إلا هو. تخيل جميع الخلائق من الإنس والجن والنباتات والأشجار والأحجار وما في البر وما في البحر وما في الأرض وما في السماء، لا إله إلا الله، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. الذي نبصره ونعلم من مخلوقات الله والله لا نحصي له عدا، لا نحصي له عدا، يكفيك ذرات الرمال وحدها، فكيف بما لا نبصره؟ ولهذا قال الله عز وجل: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. لا نعلم، لا ندري كيفية سبحان الله، لكنه أمر عظيم أعظم مما نراه من هذه المخلوقات التي بين أيدينا سبحان الله. فهذا عدد خلقه، جميع مخلوقات الله. تخيل سبحان الله يعني كم من الأجر والخير يحصل الإنسان إذا فهم هذا المعنى واحتسبه، أنك تقول يا ربي أسبحك وأحمدك بعدد خلقك الذين لا يحصيهم إلا الله، هم يعلم جنود ربك إلا هو. ثم الثانية: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه، أسبحك وأحمدك بمقدار ما يرضيك سبحانه. وإذا رضي الله عن العبد أسعده في الدنيا وفي الآخرة. ورضا نفسه، ثم انظر العجب، وزينة عرشه، زينة عرشه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما السماوات والأرض، شوف هذه السماوات التي نرى نهايتها، ما السماوات والأرض في الكرسي إلا كحلقة في فلا. تخيل حلقة يسيرة يعني ترمى في أرض فلات يعني مستوية، ما نسبة هذه الحلقة إلى هذه الأرض؟ لا شيء. والكرسي هو موضع القدمين لله عز وجل، تخيل، ليس هو العرش، وسع كرسيه السماوات والأرض. قال: وما الكرسي الذي هو موضع القدمين لرب العزة سبحانه وتعالى؟ قال: وما الكرسي في العرش إلا كحلقة في فلا، والله فوق العرش سبحانه وتعالى. فيعني أنت أيضا تقول يا ربي أسبحك وأحمدك بحسب زينة عرشك، على قدر وزن عرشك. كم يعني وزن السماوات والأرض يا أخي، وهي ما إنما هي حلقة في فلا بالنسبة للكرسي، والكرسي إنما هو حلقة في فلا بالنسبة للعرش. يعني لا يعلم زينته وقدره وحجمه إلا الله سبحانه وتعالى. فأنت تقول أيضا أسبحك وأحمدك على قدر زينة عرشك، على قدر ميزانه وزنه وثقله وزينة عرشه. ثم يقول: ومداد كلماته، كل ما تكلم الله سبحانه وتعالى به كلاما يليق بجلاله وعظمته، ومنه القرآن الكريم كلام الله. ثم أبلغه، قال: حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، يعني القرآن الكريم هو كلام الله. وكلم الله موسى تكليما، وكما قال الله عز وجل: ولو أنما في الأرض من شجرة، ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. تخيل يقول: لو كل ما في الكون من أشجار جعل أقلاما ومدادها هو البحار، ما هو البحار اللي عندنا، من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، ما يصدر من الله عز وجل من تدبير أمر هذا الكون وكلماته التي لا يعلم مدادها
إلا الله سبحانه وتعالى. فأنت تقول يا ربي أيضا أسبحك وأحمدك مداد كلماتك التي لا يعلمها إلا الله عز وجل وهي عظيمة. ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. فأنت تقول هنا سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته والموفق والموفق. إيه والله يا أخي والله لا يحرم هذا الخير إلا محروم. الله مستحيل. يا أخي ما تأخذ منك ولا ثانيتين. نعم. انظر كم من الأجور التي تحصل لك. الله. يعني أنت وراء تردد سبحان الله والحمد لله سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يعني ستأخذ منك وقتا حتى تقولها مثلا مئة وهي أيضا مشروعة والحديث فيه فضلها كثيرة وكثير معروفة. لكن سبحان الله هذه جامعة مانعة عظيمة إذا شغلت يا أخي فلا تحرم إياها. نعم. أختار